بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم شاكر العبادي. إن شاء الله ودرس جديد اليوم عن كيفية التسجيل في ميرش باي أمازون. قبل ما نبدأ بكيفية التسجيل في ميرش باي أمازون، بطلب من أي أخو منا عمل حساب مسبقا على ميرش باي أمازون وعنده طريقة خاصة في البلد الخاص فيه لا يتخلص من ضريبة أو يقدم رقم ضريبي، يا ريت يحكي لنا إياها في الكومنت أو على الفيسبوك حتى نعلمها للأصدقاء من نفس البلد. بسم الله نبدأ. طبعا انا هبدأ في حساب على ميرش باي امازون. زي ما انت شايف هذا الايميل لازم انت اصلا تكون مسجل في امازون، في امازون بشكل عادي يعني، ونستخدم نفس الايميل للتسجيل في ميرش باي امازون. انا عندي هذا الايميل، اعمل ساين ان زي ما انت شايف. هندخل على هاي الشاشة اللي هي ميرش باي امازون. الخطوات اللي هعلمك عليها ان شاء الله الان هتضمن لك، انا طبعا قبل حسابي في 6 ايام على ميرش باي امازون، هتضمن لك اسرع طريقه، اسرع يعني وقت، وان شاء الله هي يعني ضمان في القبول في ميرش باي امازون. نعمل بيجين ابلكيشن، نختار الدوله اللي ساكنين فيها اللي هي دوله جوردن، البزنس نيم. طبعا مش هكمل كامل الخطوات لانه مطلوب رقم تليفون، انا رقم تليفوني اوريدي مستعمله في حساب اخر. البزنس نيم لازم في هاي تضع يعني على الأغلب، يعني حاول قدر الامكان تضع بزنس نيم فعلا موجود، يعني اسم موقع لك مثلا، اسم يعني مثلا انا عندي موقع اسمه مستر ديلي سيلز، ف هضع مستر ديلي سيلز لان البزنس نيم عندي على امازون، حتى على امازون سيلر حسابي البائع في امازون اسمه مستر ديلي سيلز. فان شاء الله في هاي الطريقة انت هتعرف امازون انه انت شخص عندك بزنس وانه انت شخص موثوق. يعني ادرس لاين 1 العنوان اللي انت ساكن فيه، يعني ادرس لاين 2 هو اوبشنال، المحافظة المدينة اللي انت ساكن فيها، المحافظة، البوستال كود اللي هو الرقم البريدي، الفون نمبر تضع رقم التليفون الخاص فيك، والبزنس ايميل ادرس. هاي مهمة جدا اذا عندك بزنس، اذا عندك موقع انك تضع البزنس ايميل ادرس. اذا ما عندك يعني خلاص لا حول ولا، بس لكن حاول اذا هاي الشغلتين، يعني هاي مش ضرورية 100%، بامكانك تحط اسم يعني عشوائي اي اسم، لكن مهم جدا بالنسبة لي وضروري شايفه ومن خبرتي يعني البسيطة في هذا الموضوع، انه حاول قدر الامكان انه يكون اسم بزنس فعلا موجود حتى لو من صديق لك. بزنس ايميل ادرس زي ما احنا حكينا، شو يعني بزنس ايميل ادرس؟ يعني مش مثلا ات ياهو ولا ات جيميل ولا الى اخره، مثلا انفو ات يور دومين دوت سي او ام. يعني هون بتحط اسم الايميل اللي انت عملته على موقعك الخاص فيك، فهذا اسمه بزنس ايميل ادرس، واللي هو حيعطي يعني انه انت شخص في عندك بزنس فعلا، في عندك ايميل خاص فيك للبزنس الخاص فيك. About your bank، هاي الجزئية مهمة جدا. البنك لو وضعنا جوردن مثلا فقط للتوضيح، زي ما انت شايف هيحكي لك امازون انه انا ما بعمل سبورت للبلد اللي انت فيها، ما ببعث لها فلوس يعني. فانت بدك ببساطة تختار United States. ليش United States؟ لانه في موقع اسمه بايونير، بنك الكتروني اسمه بايونير، بسمح لك تعمل بنك، بسمح لك تعمل سوري بطاقة وحساب الكتروني عندهم، ولما يصير عندك في حسابك 30 دولار من جديد، صار هذا النظام عندهم، انه يبعثوا لك اياهم على، يبعثوا لك فيزا على البلد اللي انت ساكن فيها، على بلدك. فيكون معك فيزا كارد وتستخدمها اونلاين، وتستخدمها في اي موقع سواء تشتري او تبيع. اكونت هولدر نيم، هون يطلب منك اسمك اللي انت مسجله في البنك، طبعا تخليها تشيكينج حسب يعني حسابك في البنك. هون يطلب منك الاسم، اسمك اللي انت مسجله في البنك، هون نوع حسابك، هون الاكونت نمبر، رقم الحساب، هون عيد رقم الحساب مره اخرى، وهون الراوتنج نمبر برضه هتلاقيه 9 ارقام موجوده في حسابك البنكي اللي هو في بايونير زي ما حكينا، واسم البنك اللي هو برضه بايونير كمان بيقدمه لك. زي ما تشوف هاي، طبعا تدخل على حسابك في بينير تطلب انه انت بدك تستلم دفعه، فيعطوك معلوماتك اللي تستلم عليها. بس تخلص من هاي العمليه كامله تضع تكبس على اد. زي ما احنا شفنا هون في عندنا ماي بروفايل، في عندنا البيمنت اد بانكينج، وفي عندنا تاكس انفورميشن. اول خطوه خلصناها هون اللي هي كانت ماي بروفايل. الخطوه الثانيه هون اللي هي البيمنت زي ما انت شايف، البيمنت اند بانكينج، والخطوه الثالثه التاكس ستيتس. طبعا للعلم ميرش باي امازون هو مجاني تماما، ما بطلب منك اي فلوس. التاكس ستيتس،
طبعا بحكي لك هون يعني البيانات الضريبية. البيانات الضريبية هشرح لك الآن كيف تعبيها بطريقة طبيعية، مش هينخصم الشرح هذا، مش هيكون كافي انه يخليك يعني لازم هاي 30% من شرحي اليوم تنحجز، لان هعمل لك شرح ان شاء الله في فيديو منفصل كيفية انه تتخلص من هاي 30% وتصير 0%، لكنها طريقة مدفوعة للأسف. الى الان انا ما وجد طريقة مجانية، لهيك يا اصدقائي من المغرب، من تونس، من اي دولة عربية، اللي عنده طريقة لبلده، خاصة في بلده مثلا بريطانيا، في عندهم طريقة استخدم رقم التأمين الاجتماعي تبعك اللي هو السوشيال سيكيورتي بيحكوا له، استخدمه بصير عندك الضريبة 0%. ليش؟ ما بعرف. فنعمل ابديت تاكس انفورميشن كونتينيو وذاوت سيفن، لاني ما عملت شيء مهم هون. زي ما انت شايف انا لاني كنت شارح طبعا فيديو بالانجليزي لهذا الموقع، فانا معبي سابقا. نعمل تيك انترفيو، اكيد حتستعمل individual. No, انت مش مواطن امريكي، انت مش ما بتمثل اي حد غير نفسك. الاسم كامل، الكونتري اوف سيتيزنشيب اللي هي مثلا جوردن. I have a non USTIN TIN value. طبعا الطريقة اللي انا هعلمك عليها هيكون شراء رقم TIN، مثلا اي رقم هيك، وبنعمل continue. نعمل continue، الكانتري جوردن، confirm، هون التوقيع اللي هو اسمك، وبنعمل save and continue. وبهيك نكون تقريبا خلصنا submit form، خلصنا قصة الضرائب. لكن زي ما حكيت لك حيكون يعني هذا مش مخصوم، هذا فقط محجوز عليه 30% من ارباحك حيكون محجوز عليهم الى وقت انك تقدم رقم تي اي ان معترف فيه من امازون. زي ما حكيت لك لا تخاف من هاي النسبة، يعني حتى لو حجز 30% انت بس تقدم هذا الرقم حتسترجعهم ان شاء الله تعالى. تعمل اكزيت انترفيو، وبهيك نكون خلصنا الدرس اليوم. بعود أكد لو حد عندكم عنده طريقة للبلد الخاص، يعني لبلده خاصة فيه مجانية، يعني يحكي لنا إياها في كومنت أو على جروب الفيسبوك اللي حاضعه تحت الفيديو. ومشكورين جميعا، وبالتوفيق إن شاء الله.